الصبغه الصبغات اصلا المفروض بتحتوي على ماده الامونيا. ماده الامونيا دي اصلا ماده حضرتك بتعمل حاجه اسمها تهيج للجهاز التنفسي، بتعمل تحسس. يعني لو في ناس عندها حساسيه من اي مواد، مجرد بس المفروض ان هي بتحطها تلاقي مثلا تورم في الوش، اختناق، فحاجه مش حلوه خالص. ليه؟ عشان الاستنشاق بتاعها بيوصل للرئتين، فبتعمل انفكشن وحش جدا. احيانا الكوافير مثلا لو حد يعني بيفهم قوي في الحاجات دي وهو بيعمل بيلاقيه لازم يبقى لابس الماسك. يعني هو المفروض كمان قبل استخدامها لازم نعمل على الاقل اختبار حساسيه عشان خاطر في ناس تقول لك لا انا ما عنديش حساسيه، بس حضرتك مش عارفه ان انت عندك حساسيه. هرمونات الجسم اصلا بتختلف. طب لو الحاجات الصبغات اللي هي الماركات طبعا بتبقى معروفه، اسم بيبقى كبير او كده بيبقى مكتوب عليها انها خاليه من الامونيا، وفي حاجات فعلا بتبقى خاليه من الامونيا، ولا بيبقى النسبه اقل؟ يعني احنا ما فيش حاجه في، يعني في مكتوب ان هي فري امونيا، بس هي ما بتبقاش فري، بس هي بتبقى نسبة تمام. وللاسف البرودكت دوت غالي جدا، مش موجود، مش متوفر. فهو اي بيوتي صالون مثلا لما بيجي يشتغل لو جاب السلعه ديت برقم عالي هو هيكسب ايه؟ مش هيكسب حاجه. حضرتك مش شايفه، حضرتك ممكن طبعا حضرتك شايفه ليه عامل لي الصبغه بالرقم ده كتير؟ لا ببقى مش قادر على مش عارفه السعر بتاع الحاجه نفسها. لو جاب لي حاجه كويسه هتبقى ده حقيقي، ده حقيقي. واحنا طبعا الدنيا غاليه جدا، فكل الاسعار ضربت في ارقام كبيره، فللاسف ما بيستخدموهاش. كمان لو احنا البشره برضو في من اكتر الحاجات والمسببات، في مثلا حبوب وفي كلف وفي تصبغات وفي نمش وفي حاجات كده بتبقى تعبة جدا البنت او الست، فالدنيا بتبقى مش كويسه خالص، فبتتعرض ان هي في بقى المنتجات اللي هي بتاعه البشره. لو احنا اتكلمنا عن الحبوب مثلا، هنتكلم عن حاجه فيها مثلا فيتامين ايه، وفي فيتامين ايه ومشتقاته في اضرار عاليه جدا، فاضرار عاليه على الانسان الطبيعي. فاحنا يعني برضو بننصح، مش فاهم يعني هو عشان عليه فيتامين ايه ده يبقى مضر ولا لا؟ هو فيتامين ايه اضراره ماده الريتينول تمام، وكل العيله بتاعته دي مضره، بتعمل تحسس، بتعمل لو الام الحامل مثلا بتعمل تشوهات. ففي مواد بتعمل تشوهات. احنا للأجنة كلمات طبيه اللي هي مش للتجميل، حتى لعلاج حاجات جلديه، فبيبقى مكتوب عليها تحذيرات حتى طبعاً للحامل اللي هي ما تحطيش العلاج ده. فبتكلم ان كل حاجه لازم ارجع للطبيب، لازم ارجع للدكتور اساله الاول ده مفيد ولا لا، ده ينفع دي حامل دي مش حامل، حتى في غير الحمل. يعني ما هو في حاجات بتجيب نتائج عكسيه. وبعدين انا بشوف كلمه ايه وفي خلال اسبوعين، في خلال 3 اسابيع هتلاقي النتيجه دي، ما هي انا بقول مش بسرعه الاداء للمنتج. ما هو حضرتك الوقت اللي هو بيقول خلال اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع، حضرتك بتعاني من حاجه بقالك سنه او سنتين. فلما تلاقي الجمله ديت انت بتقبلي عليها حاجه علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ترتاحي من فطبعا لا، كل حاجه بالممارسه. في وصفات طبيعيه وفي حاجات مواد عدويه خاليه من المواد اللي هي بتعمل تعب، بتعمل مثلا توصل للرئتين.